الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تغريدات رمضانية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلني وإياكم من عتقاء ليالي رمضان. اليوم مع أهمية الإصلاح، كيف أكون مصلحا؟ كيف أكون مصلحا لغيري بعد أن صرت صالحا في نفسي؟ وعندما نتحدث عن الإصلاح وأن أكون مصلحا، إنما أبحث عن سبيل النجاة من الغرق ومن الطوفان الذي يهلك المجتمعات. فالله تبارك وتعالى تكفل بالحفظ والسلامة والنجاة لمن كان مصلحا، إذ يقول سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلم يقل صالحون، بل قال: وأهلها مصلحون. إذ سر النجاة من الهلاك هو الإصلاح، والصائم يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجدد إيمانه، فهو باستطاعته أن يحيي هذا الباب من أبواب القرب من الله عز وجل، أن يكون مصلحاً في بيته لأولاده ولزوجته ولجيرانه وأرحامه ولزملائه في العمل. والإصلاح أيها الأحباب الكرام نقصده ونطرق بابه لأنه العاصم من الهلاك في الدنيا والنجاة في الآخرة. سألت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالصلاح وحده لا يكفي، إصلاح الأولاد وحده لا يكفي، صلاح الأسرة وحده لا يكفي، صلاح المجتمع وحده لا يكفي في النجاة، وإنما الإصلاح ومحاربة الفساد وإنكار المنكر حتى يسعد الفرد والأسرة والمجتمع. ومما يروى أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام أن يهلك قرية كانت تفعل الفواحش، فلما جاء جبريل عليه السلام وجد فيها عبدا يقيم الليل، فقال: يا رب، إن فيها عبدك فلان يقيم الليل. فقال به: فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط، أي ما كان يغضب لله لما يرى من منكرات ومن مخالفات ومن خروج على حدود الشرع المطهر. فقال به: فابدأ. أحبتي الأكارم، ونحن في شهر الخير والبركة بحاجة إلى أن نكون مصلحين ومرشدين وموجهين لأهلنا ولجيراننا ولأرحامنا. والله يقول في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول لنا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنحن بحاجة ماسة إلى أن ننذر وأن نبشر وأن نرشد وأن نصلح، لأن الإصلاح صمام أمان من الهلاك ومن الغرق الذي يصيب المجتمعات. وإذا فعل الناس المنكرات ولم ينكر صالحوهم على مفسديهم، فإن الله تعالى يأذن بهلاك ويأذن بشر وبلاء. يقول الله عز وجل
في قرآنه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إخوتي الكرام، السادة الأفاضل، بعد نهاية هذه الحلقة الطيبة والمباركة، إلى لقاء قادم في تغريدة أخرى من تغريدات رمضان المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.